اخر مرحله للتوحيد لليوم لل 2005 بدك تقولي ما كان في اي مظاهر مسلحه بطرابلس. برايك بدها تضل والعنال تروف؟ انا صرت في فين من الوضع؟ هن بيعرفوه، هن يوقفوه. الاجهزه ما نصر اجهزه، هي الاجهزه توقف تهي القصه مره، في مشكله يتفقوا يعني. رغم السلاح والكره على خط التماس تقاوم طرابلس بشوارعها بمقاهيها، تقاوم للحفاظ على تناغم شرائحها المختلفة. موضوع شادي هي القشة التي قسمت ظهر البعير، لكن ليس الموضوع الآن، لم يعد قرار التبانة والجبل ومعارك طرابلس ليست بقرار النائب ولا الوزير ولا المشايخ. أنا أقولها لكم، لم يعد القرار بيد نائب أو شيخ، القرار صار بأيدي شباب أهل السنة والجماعة. ونحن بالنسبة لأخونا الشيخ عمر ما كان موجود لحتى كنا نستدعيه، هو بلغني أخونا الشيخ عمر بأنه هو ما بيفوت السرايا. بكري قد لا يمثل من تفاوضوا، لكن تحت وطأة التصعيد هذا والوعيد حمل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه وقدم إلى مدينته بصحبة الوزيرين الطرابلسيين دون داخلية أو دفاع كما سجلت طرابلس، وعقد اجتماع موسع بحضور فاعليات المدينة وممثلين عن كل من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وانتهى الاجتماع بانتشار مكثف للجيش وحواجز للقوى الأمنية، معها تعليمات بتوقيف حملة السلاح ومصادرته. وسرعان ما غادر ميقاتي عائدا إلى بيروت تاركا جبهتين لا تختلفان من حيث العصبية والحماسة وتبادل التهم، جاهزتين لإشعال الفتيل حيثما احتاج الأمر. فلا مداهمات ولا تسليم سلاح. نحن سلام سلام، نحن ما عندنا سلام، ما عندنا سلام، صباح ومعركة. نحن ما نحن حتى نسلم السلاح، ولا نحن تبشر بيخرة، ولا نحن ما عندنا سلام. بس عايد مين خسران؟ مين خسران بيقتهم؟ مين خسران؟ طيب قبل التهدية ما بدنا نعرف ليش ابتدت وليش خلصت؟ الخسران الفقير اللي ما معه حرب كمان ثلاث اربع ايام، بعد عم يدعموا لا بيتخبط ولا بيعوش من هون ولا بيعوش من هون، في عالم تعترت من هون ومن تحت عليك فرطت العالم. نحن تمنياتنا ان تبسط الدولة سيطرتها على كل طرابلس منعا لاي انفلات امني، نحن دائما تحت سقف الشرعيه اللبنانيه، لان نحن لا نملك المبادره، المبادره ليست بيدنا، هي بيد الفريق الاخر. لك لك لك، نحن مع التهدئه ونحن مع الدوله ونحن مع الجيش، نحن على صح، هم اللي على غلط. هذا الجيش العربي، هذا الجيش اللبناني، بده جيش الرادار، بده جيش السوري، يروح على سوريا. كان في بعض المصاري بس انه يفوتوا يداهموا او شيء من هذا النوع. تفرق انه ما بيفوتوا؟ ما في، لا ما في اخذ السلاح، لانه السلاح نحن ما فينا نسلم سلاحنا هون باب التبانه، يعني موضوع السلاح بيتعلق بموضوع السلاح حسب الله. هكذا كان دخول الجيش خاتمه العصر الذي لم ينتفض فيه احد لشادي المولوي كما وعد، ولا قطعت الطرقات. كل هذا حتى اشعار اخر، لكننا على الأقل شهدنا يوما خاليا من الموت ولو بصعوبة اقتطعتها رشقات الرصاص العشوائية التي تحاول خطف طرابلس وتخويف أهلها. دخول الجيش اللبناني يطمئن إلى هدنة ما وحلحلة، إلى أن السلاح لا زال في أيدي المقاتلين والرصاص في جيوبهم، مما يعني أن الأحداث هنا على الأرجح ستنتهي بكلمة يتبع. من دوار القنص في المللولي، غدي فرانسيس، قناة الجديد. المدير العام للأمن العام